صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك وعلى بضعتك الطاهرة المهضومة حقها. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى أبنائك الأئمة التسعة لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سيدي مولاي يا صاحب الأمر وإلام تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين وحكمت أشرارها وبنيت على ما أسست آباؤها من قبل حين تتبعت أخبارها. مولاي مولاي ما سن الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارها. منعوا البتول من النياحة مضغدت. الله أكبر. عوض عن أن يعزوها يسلوها بأبيها رسول الله منعوها حتى من البكاء. منعوا البتول من البكاء. الله أكبر. سيدي مولاي منعوا البتول من النياحة مضغدت. تنعى أباها ليلها ونهارها. قالوا لها قري فقد آذيتنا. أنا وقد سلب المصاب.
قرارها يا 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 ليتهم اكتفوا بهذا المقدار، كلا وإنما زادوا على ذلك. سيدي جمعوا على دار النبي محمد حطب حطب، وأوقدت السقيفة نارها. يا ماذا صنعوا؟ أجرك الله سيدي مولاي، المعذرة إليك يا حجة الله. رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها، يعز عليك وعلي وعلى كل موالي سماع هذا البيت، حتى أنبتوا في صدرها أيوة فاطمة مسمارها. يا والعبد سود متنها. يا 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 فاستنصرت أسفا فليتك تسمع استنصارها. فقضيت وآثار السياط بمتنها. سيدي يا ليت عينك عاينت آثار. قال سيدنا ومولانا الإمام أبو الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه، مخاطبا أهل بيت النبوة قائلا: وخزان العلم. هدية نقدمها لسيدنا ومولانا وإمام زماننا الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء، الصلاة على النبي محمد وآله الطاهرين. تعتبر السيدة الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها إحدى الركائز المؤثرة في هذا الكون، فهي تنتمي إلى بيت النبوة، بيت الرسالة، ذلك البيت الذي جعله الله تبارك وتعالى كعبة ومنارا للعالمين، ذلك البيت الذي طهره الله تبارك وتعالى من كل رجس ونقص ومنحه كل الكمالات والفضائل. تنتمي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين صلوات الله عليها إلى ذلك البيت الرفيع الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لذلك حقيقة الإنسان كلما يمر بسيرة سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، وكلما يقرأ وكلما يتأمل وكلما يتدبر، فلا يصل سوى إلى معلومات بسيطة وساذجة عن سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، ولا لا يمكن الإنسان أن يدرك كنها سيدة النساء وحقيقة سيدة النساء. يمكن للبشر في يوم ما أن يتطور علميا وتقنيا وتكنولوجيا فيكتشف ما في الكواكب والمجرات التي تبعد عنا ملايين السنين الضوئية، هذا ممكن، لأن هذه الأمور أمور مادية تخضع للمادة وتخضع للتجربة وتخضع للحس، وإن كان هذا الأمر عسير جدا ولكنه ليس بمحال، ليس بمستحيل، يمكن أن يتطور البشر. ولكن هل يمكن أن يتطور البشر يوما ما
ليعرف حقيقة السيدة الزهراء البتول. هذا محال لسبب بسيط جدا، وهذا السبب هو ضيقنا نحن كبشر بل وكل الخلق بلا استثناء وسعة الزهراء البتول صلوات الله عليها. والشيء الضيق لا يحيط بالشيء الواسع. هذا المسجد لعله يستوعب 1000 من المصلين، ولكن ما يمكن أن يستوعب 100,000، صحيح أم لا؟ لأنه أضيق من 100,000. كذلك نحن والسيدة الزهراء صلوات الله عليها، نحن محدودين في كل أمورنا. إحنا محدودون في فكرنا، في أبعادنا، أبعاد حتى الأبعاد البدنية والجسمية، محدودين في كل شيء. ولكن السيدة الزهراء ليست كذلك صلوات الله عليها، لا يحدها زمن، لا يحدها مكان، لا يحدها شيء. فلذلك لا يمكن أن نستوعب تلك الحقيقة الجبارة التي أودعها الله تبارك وتعالى في سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها. كيف يمكن أن نستوعب من هي قطب دائرة العالم؟ يا إخوان، أنا ممكن أن أقول كلام كل معصوم هكذا ويكون الكلام هراء، لكن هل المعصوم أيضا والعياذ بالله يقول شيء غير حقيقة غير واقع؟ كلا. المعصوم عندما يصف السيدة الزهراء البتول صلوات الله عليها ماذا يقول؟ يقول على معرفتها دارت القرون الأولى، العالم كله قائم على سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، قائم بوجودها صلوات الله وسلامه عليها. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يصب هذا المعنى في قالب آخر في خطبة الشقشقية، هذه الخطبة، يقول صلوات الله عليه: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. محل القطب من الرحى، الرحى ما يمكن أن تدور إلا بالقطب، فهم قطب دائرة العالم كله، قطب دائرة الوجود كله صلوات الله عليهم. لذلك قال الإمام: ينحدر عني السيل. كل كمال ينحدر منا أهل البيت، كل فضيلة، كل رزق، كل علم، كل كمال وكل شيء مادي يفاض على الخلق لابد وأن يأتي عنا، عن طريقنا. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. كل شيء منهم صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم صل على محمد، لأنهم مصادر ومنابع الفيض الإلهي. ينحدر عني السيل، العلوم أخذوها مني، كل علم يأتي من غيرهم صلوات الله عليهم. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: ما يشكل حتى ألف معقوفة. هذا الكلام فيه تفصيل ما أريد أن أطيل عليكم أيها الإخوة، يعني ما يساوي حتى نصف حرف أبد، لأن الحرف الواحد ممكن أن تستفيد منه عندما تضعه في كلام أو في كلمة تستفيد منه، لكن نصف حرف ما يمكن أن تستفيد منه أبد. الإمام الصادق يقول: كل ما يخرج من علم من غيرنا فهو أقل من حرف واحد. كل ما يصدر ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، لا يرقى خلق من الخلق، ليكن أعظم الخلق، ليكن جبرائيل، ليكن ميكائيل، ليكن عزرائيل، ليكن الروح الأمين، لا يرقى إلي الطير، لا يرقى خلق من الخلق إلى كمالاتنا وإلى علومنا وإلى فضائلنا. فنحن القمم الشاهقة
التي لا يستوعبها لا بشر ولا جن ولا ملك ولا أي عالم من العوالم الأخرى. قطب دائرة العالم، قطب دائرة العالم يجب أن يكون هكذا، يجب أن تكون كل العلوم لديه، علوم الأولين والآخرين، يجب أن يكون خزان العلم كما قال الإمام الهادي صلوات الله عليه في زيارة الجامعة، وخزان العلم. البعض عندما يأتي إلى هذه المقطوعة الرائعة من زيارة الجامعة، عندما نخاطبهم قائلين خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، البعض أكو عنده عدة شروح عدة تفاسير على هذه المقطوعة، لكن إحدى التفاسير يقول لعل المراد أنهم يحوطون بالعرش. يعني شنو يحوطون بالعرش؟ احتمالات، لكن إحدى الاحتمالات أنهم المظهرون لما في العرش. العرش ليس شيء مادي، العرش ليس كرسي أو ما أشبه، كلا، وإنما هو محل صدور الأوامر الإلهية، محل الأسرار الإلهية، محل العلوم الإلهية، محل الحكمة الإلهية. بل الحكم هذه من اللي يظهرها؟ العلوم من اللي يظهرها؟ يقول أهل البيت صلوات الله عليهم. الإمام كلام الإمام الهادي، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، هذه إحدى المعاني، وإلا هناك معاني وتفاسير أخرى لهذه المقطوعة الرائعة من زيارة الجامعة الشريفة. على أي حال، قطب دائرة العالم يجب أن يكون خازنا للعلم الإلهي وخزان العلم. الإمام ما عين، الإمام الهادي صلوات الله عليه ما عين أي علم من العلوم. أكو هناك قاعدة في اللغة العربية هم يصطلحون عليها العلماء، يقولون حذف المتعلق يفيد العموم. يعني ما زال الإمام الصادق صلوات الله عليه ما عين وما حدد هوية ذلك العلم وخزان العلم. أنتم خازنون للعلم الإلهي، لكن شنو هذا العلم الإلهي؟ علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الفقه، علم التفسير، علم... لا لا، ما عين أي شيء، ما حدد. فلذلك كل العلوم المتصورة وغير المتصورة، أنا وأنت ما نعرف إلا عدد قليل من العلوم. تعال حقيقة أنا وياك خلي نعد العلوم، كم علم نقدر ونستطيع أن نعد أنا وأنت؟ 100 علم باستطاعتنا أن نعد 100 علم؟ كلا، لكن علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. ألف في ألف يعني كم؟ 1,000,000. 1,000,000 هذه الإمام صلوات الله وسلامه عليه على وجه، مو على وجه التحديد قالها. زين 1,000,000، إحنا كم علم نعرف؟ إذن وين هاي العلوم اللي 100 قلنا أنا وياك والعالم كله، مو فقط أنا وياك، البشر كله خلي يجلس يسطر العلوم، كم عددها؟ 100؟ أكثر من 100 باستطاعته؟ 200؟ ما باستطاعته أن يعد. وين هذه العلوم؟ وخزان العلم، أنتم خزان العلم، هذه العلوم كلها عندكم، علوم الأولين والآخرين. السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كما يحدث سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه يقول حدثني عمار رضوان الله عليه قال لي أحدثك عجبا، تريد أحدثك بحديث غريب عجيب؟ قلت نعم. قال دخل علي عليه السلام على سيدة النساء صلوات الله عليها، عندما رأته قالت له أدن أحدثك بأي شيء؟ أحدثك بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة. بعد ما أبقت شيء صلوات الله عليها، تعلم علوم الماضين وأخبار الماضين كلها، وعلوم الحاضرين وعلوم الذين يأتون إلى يوم القيامة،
كل العلوم، علوم الأولين والآخرين لديها صلوات الله عليها. يقول عندما سمع الإمام ذلك صلوات الله عليه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول عندما رأى الإمام يعلم لماذا أقبل الإمام، قال له: يا علي أدن مني، أحدثك أم تحدثني؟ قال الإمام: يا رسول الله الحديث منك أحسن، أنت تحدث. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام: لقد دخلت على فاطمة وحدثتك بكذا وكذا، وجئتني لتخبرني بكذا وكذا. الإمام التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له: أنور فاطمة من نورنا؟ طبعا احنا نعلم أن هذه القضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما فعلها حتى يبين للعالمين فضل الزهراء صلوات الله عليه، وإلا أنا وأنت نعلم أن الزهراء من نورهم والإمام ما يعلم. ألسنا نقرأ في زيارة الجامعة: وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة. أنا وأنت نعلم، الإمام أمير المؤمنين ما يعلم أن نور السيدة الزهراء من نورهم صلوات الله عليهم أجمعين. لا، هذه القضية الإمام قالها حتى لا يكون واحد يفكر بما أنها سيدة وامرأة فلذلك لعلها ليس لها علم الأولين والآخرين. كلا، إنها صلوات الله عليها من أهل ذلك البيت الرفيع، من أهل ذلك البيت الذي جعلهم الله تبارك وتعالى خزانا لعلمه. وأي علم؟ وأي علم يا إخوان؟ أنا علمي وعلمك وعلم البشر كله، علومنا علوم مادية، علومنا علوم ذهنية. يعني ماذا؟ يعني أنا الآن هنا أعلم أنك أنت موجود لأني أراك، لأنك أنت تقع تحت الحس بالنسبة إلي، أقدر ألمسك، أستطيع أن أسمع صوتك، أراك، وهكذا. كذلك بالنسبة لهذه اللاقطة، بالنسبة لهذا المنبر المقدس، بالنسبة لهذا المسجد، هذه العلوم كلها علوم محسوسة. أنا أعلم أنه الآن في هذا المسجد المبارك توجد هذه الكاميرا وغيرها من العلوم، العلوم الحسية. لكن هناك بعض العلوم عندنا علوم ذهنية، موقعها وين؟ فقط في الذهن. علومنا بوجود الملائكة، نحن نؤمن بأن الملائكة موجودين باعتبارنا نؤمن بالغيب، الملائكة من الغيب، نؤمن بوجود الملائكة، لكن ما نراها، ما نسمع صوتها، ما نشم روائحها، صحيح أم لا؟ كلنا هكذا. كذلك علومنا، علمنا بالجنة، علمنا بالنار، وهكذا، كلها علوم ذهنية فقط. لكن السؤال هنا بالنسبة للرسول وأهل بيته بمن فيهم سيدة نساء العالمين صلوات الله عليهم أجمعين، هل القضية كذلك؟ هل أنهم فقط يعلمون بوجود الملائكة؟ يعلمون بوجود الجنة فقط؟ كلا، وإنما علومهم علوم شهودية. يعني شلون أنا الآن أراك وتراني؟ كذلك هم يرون الجنة ويرون النار ويرون الملائكة ويرون كل ما هو غائب عني وعنك وعن الخلق، هم يرونه صلوات الله عليهم، علومهم. اللهم صل على محمد. علومهم شهودية، لذلك تشوف السيدة سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، هذا مصحف فاطمة. شنو هذا المصحف؟ هذا المصحف أن جبرائيل كان ينزل عليها، وحقيقة الوقت جدا قصير ما أقدر أتوسع، وأنتم الحمد لله منورين إن شاء الله بعلوم أهل البيت وبثقافة أهل البيت، لكن أختصر كثيرا. جبرائيل كان يهبط عليها
وتراه ويراها، تراه بأم عينها. لذلك جبرائيل يحدثها، جبرائيل يؤنسها، جبرائيل يعزيها بأبيها صلى الله عليه وآله. بعد ذلك كان يحدثها بأحاديث، هذه الأحاديث جمعت سميت بمصحف السيدة فاطمة صلوات الله عليه، يعني أنها ترى جبرائيل. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ولقد نظرت إلى ملكوت ربي أو إلى الملكوت بإذن ربي، فما غاب عني ما كان قبلي ولا ما يأتي بعدي، ما غاب عني أبد. ومو هذه خصيصة بالإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وإنما كل أهل البيت هكذا صلوات الله عليهم، لم يغب عنهم شيء. رأوا باطن العالم، ملكوت العالم يعني باطن العالم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. باطن العالم، الجنة بحقيقتها، النار بحقيقتها، الملك بحقيقته، كل هذه الأمور كان يراها إبراهيم ويراها الإمام أمير المؤمنين وتراها السيدة الزهراء ويراها الإمام الجواد صلوات الله عليهم، وكل أهل البيت هكذا. يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه في تفسير هذه الآية المباركة، يقول كشط الله تعالى، كشط يعني انتزع، شلون جلد الشاة تنزع بعد أن تنحر تذبح، كذلك الإمام يمثل بهذا المثال، يقول كشط حتى يقرب لنا الصورة، يقول كشط الله تعالى عن باطن هذا العالم، كل نزع باطن هذا العالم حتى يراه النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام، كما أننا نرى باطن الشاة فيما إذا نزع جلدها نرى الباطن صحيح، كذلك الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عليه السلام العالم الملكوت بما فيه. بعد ذلك الإمام الباقر اللي يحدث بهذا الحديث صلوات الله عليه يقول وكذلك فعل الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وآله. ثم قد واحد يشك يقول فقط رسول الله باعتباره خاتم الرسل، الإمام الباقر يريد يرفع هذه الشبهة، يقول وكأني بصاحبكم، يعني أنا الإمام الباقر، وكأني بصاحبكم قد فعل به مثل ذلك. السيد صلوا على اللهم صل على محمد وآله. على أي حال الكلام طويل ولكني أختصر وأختزل وأعرج على مصاب سيدة نساء العالمين، لعل في مثل يوم أمس على رواية 95 يوما إذا كان شهادتها في مثل يوم أمس، نامت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها. تعلمون أنها كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في حالة غير طبيعية، كانت على سرير المرض، لكنها قبيل شهادتها عندما نامت وكان يغمى عليها ساعة بعد ساعة، فقبل أن تقوم إلى صحوة الموت رأت أباها رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا، ورؤيا المعصوم حجة، كل ما يراه المعصوم هو واقع. رأت أباها وهو يقول لها يا فاطمة هلمي إلينا، يا فاطمة أنت الليلة عندنا. قامت، استيقظت من نومها صلوات الله عليها، هذه صحوة الوفاة اللي أدركتها، فلذلك قامت صلوات الله عليها بعد طول تلك الفترة اللي كانت على سرير المرض، قامت أخذت تعمل الأعمال المنزلية،
لكن ما أدري حقيقة كيف كانت صلوات الله وسلامه عليها تقوم ببعض الشؤون المنزلية. تصور أنها قامت أخذت تغسل أبنائها، رؤوس أبنائها، ولكن ما أدري هذه الأم اللي بالعالم ما أكو أرحم منها أو ما أكو أكثر عطف على أبنائها منها، شلون كانت تغسلهم؟ ما أدري شو تفكر السيدة الزهراء صلوات الله عليها في تلك اللحظات، شلون وصلت نفسها إلى الماء، إلى محل وموضع الماء؟ هل كانت تزحف السيدة الزهراء؟ محتمل، لأن حادثة الباب ما أبقت إلها حالة. هل كانت تتكئ بيدها على الجدار ويد أخرى على ضلعها على صدرها؟ الله العالم. لكن على أي حال أنا ما أدري إيش كانت تفكر في هذه اللحظات اللي هي تقوم تعمل هذه الأعمال المنزلية. تارة تفكر، يعني واقع الحال هذا، ها؟ تفكر بمظلومية الإمام أمير المؤمنين، بوحدة الإمام أمير المؤمنين. تصور هي الحامية الوحيدة للإمام، الناصرة الوحيدة للإمام، مع وجودها القوم ما راعوا حرمة لها ولا للإمام. إذن بعد رحيلها شنو يكون مصير الإمام صلوات الله عليه؟ كم يبقى وحيد مظلوم؟ على أي حال شو تفكر عن أبنائها ذول اللي الآن قاعد تغسل رؤوسهم، اللي أكبرهم الإمام الحسن، وذاك اليوم عمره كم؟ لعله بين 7 و8، ها هالحدود. أنا ما أدري بأي يد غسلت رؤوس أبنائها. تعلمون إحدى اليدين كانت قد أثرت بها حادثة الباب، كانت قد شلت، ها؟ لذلك حتى من كانت تقنت السيدة الزهراء كانت تقنت بيد واحدة مو بيدين. أنا ما أدري هذه اليد النحيفة اللي أنحفتها الأمراض والعلل والأسقام اللي كانت تغسل بها رؤوس أبنائها، ما أدري، خلي الصورة عندك بعد أنت فكر بالقضية. على أي حال بينها هي تغسل أبنائها وتقوم بالشؤون المنزلية، إذ دخل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، رأى فراش الزهراء خال، الله أكبر، يا للبشارة. ولكن في نفس الوقت الإمام يرق قلبه عليها، لأن على الأقل هكذا قل الصورة، هكذا الزهراء في دور النقاهة وهي بعد تلك الأمراض والأسقام بحاجة إلى أن تستريح، وإذا الإمام يشوفها قاعد تعمل تقوم بالأعمال المنزلية. عند ذلك رق قلب الإمام عليها، سألها يا فاطمة لما تقومين بالأعمال المنزلية؟ شنو أجابت؟ قالت يا أبا الحسن إني راحلة في هذا اليوم ولاحقة بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن يا أبا الحسن في نفسي وصايا. طبعا توصي بعيد عن نظر الأطفال، طبعا السيدة الزهراء ما تريد أنه تبكي أمام الأطفال، ما تريد توصي أمام الأطفال، تراعي شعورهم. على أي حال أوصت الإمام، لكن قبل أن تبدأ بوصاياها تحدثت بكلمة ألهبت قلب إمامنا. شنو قالت له؟ قالت لي يا أبا الحسن اخبرني أولا، هل وجدتني خائنة؟ حاشاك سيدتي، هل وجدتني كاذبة أم خالفتك في شيء منذ عاشرتني؟ تصور الإمام يسمع هذه الكلمة من الزهراء، شو يصير بقلب المكلوم؟ شو يصير بحال المألوم؟ عندما سمع بهذه الكلمة بكى الإمام، ضم رأسها إلى صدره وقال يا فاطمة أنت أشد خوفا من الله وأبار وأتقى من أن أوبخك بمخالفتي، ولكن يا فاطمة وإن عظم علي مصابك وفراقك فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها يا فاطمة لقد جددت علي مصابي
بأبيك رسول الله. أخذت توصي بوصاياها بعد ذلك إلى أن أكو وصايا خاصة بالأبناء. قلت لي يا علي لا بد لك من الزواج، ولكن إذا تزوجت الزوج بأمامة فإنها تكون لأبنائي مثلي، ولكن يا علي ضع لها ليلة ويوما ولأبنائي يوما وليلة. تفكر بأبنائها الزهراء. وهناك وصية خاصة بالحسنين، قالت له يا أبا الحسن ولا تصح في وجه الحسنين فإنهما سيصبحان يتيمين منكسرين، بالأمس فقدا جدهما رسول الله واليوم يفقدان أمهما. على أي حال أوصت وصاياها، قامت انصرفتها إلى بعض الشؤون والإمام انصرف إلى المسجد، لكن هي الأم الرؤوفة ما أرادت أن أبنائها يرون حالة احتضارها، لذلك عمدت إلى الحسنة، أرسلتهم إلى المسجد، وعمدت إلى العقيلة زينب وأم كلثوم، أرسلتهم إلى بعض بيوت بني هاشم. ثم لما فرغت الدار بعد ماكو سوى أسمى في الدار، الزهراء قامت استلقت نحو القبلة، تمددت نحو القبلة وغطت نفسها بغطاء، نظرت وإذا بأبيها رسول الله وجبرائيل وعزرائيل ومواكب أهل السماء والملائكة جايين يرافقون روح السيدة الزهراء إلى الجنان إلى المليك الأعلى. على أي حال فارقت الحياة بعد المعاناة الطويلة، فارقت الحياة وهي مكسورة الضيل ومسودة الموت محمرة العين، أين المنادي وفاطمة؟ إخوان كلمة الدعاء، وأسألكم الدعاء، ما أدري طالت المدة قصرت المدة، وإذا بالحسنين قد دخل الدار. تعلمون عادة ما الطفل أول ما يدخل الدار شي ينادي؟ ينادي يا أمها، ينادي أمه. الطفل كل أمنية أن بمجرد أن يرجع إلى الدار يذكر كل ما جرى عليه خارج الدار، يذكرها إلمن لأبيه؟ كلا، وإنما يذكر القضية لأمه، كل ما جرى عليه من حوادث مؤلمة سارة كلها ينقلها. لذلك أحيانا بعد قبل أن يدخل تماما إلى الدار يحدث أمها. كذلك أنا ما أدري بأية هيئة دخل الحسنان إلى الدار، لكن أول ما يسألون عن أمهم. ها، عندما ما يسمعون كلام شنو يتوجه أي طفل من الأطفال؟ يتوجه إلى الأبي يقول لأبويا وينها أمي؟ شو ما أسمع لها صوت، صحيح أم لا؟ هكذا إذا قل الأم طالعة شي يقول للأب؟ ها، من يقول لأمك طلعت الابن شي يرد عليه؟ يقول له بابا ليش ماما منتظرتني؟ ليش ما أخذتني معها؟ ها؟ يتألم كثيرا إذا يشوف البيت خالي من أمه. كيف إذا سمع بأن الأم قد سافرت، سواء السفرة العادية أم رحلة الآخرة، شي يصير بقلب هذا المكلوم؟ ها؟ على أي حال أول ما دخلوا أسمع أين أمنا؟ قالت لهما إن أمكما نائمة. قال ما ينيم أمنا في هذه الحال؟ هذا الوقت مو وقت منام أمنا، وقت عبادة الأم. ها، على أي حال عند ذلك هم ذهبوا إلى السيدة الزهراء. الآن تصور السيدة الزهراء مسجات نحو القبلة ومغطاتها. ذهب إليها الإمام الحسن، يا أمه ماكو جواب. الإمام الحسين، يا أمه ماكو جواب. إلى أن الإمام الحسن صلوات الله عليه اقترب إلى ناحية الوجه، رفع الغطاء وإذا به رأى أمه ميتة قد لحقت بأبيها. أيوة سيدتا. عند ذلك بعد شي يصير حالهم؟ أخذوا قسط من البكاء والنحيب. بعد ذلك يتوجهون فورا إلى أبيهم أمير المؤمنين. ذهبا دخل المسجد وهما يصرخان ويبكيان.
استقبلهما بعض الصحابة: ما يبكيكما يا ابني رسول الله؟ لعلكما وجدتما مكان جدكما خال فبكيتما. قالا: لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. عندما سمع الإمام هذه الكلمة، تصور الإمام الجلد الصبور وقع على الأرض مغمى عليه لهذه المصيبة الفادحة. جابوا له الماء، رشوا على وجه المبارك. الإمام أفاق من إغماءته، قال: بمن العزاء بعدك يا فاطمة؟ يعني بعد رسول الله كنت أتعزى بك، ها، لكن الآن بعد بمن أراعل للدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليلو، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليله، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب يقلبون، والعاقبة للمتقين. إلهنا وسيدنا ومولانا، إنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع، وبإمام زماننا يا الله. اللهم يا رب فاطمة، اشف صدر فاطمة وصدور محبي فاطمة بظهور ابن فاطمة يا الله. اللهم عجل له الفرج والعافية والنصر. اللهم انصر جيوش المسلمين على الكافرين والمنافقين يا الله. اللهم من كان فينا ذا حاجة، وكلنا أصحاب حوائج، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين عامة يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات عامة يا الله. إلى الماضين من هذا الجمع ولمن مات على الإيمان نهدي لهم جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة، تسبقها الصلاة على النبي محمد وآله الطاهرين.